إن يتم ذكر القراصنة حتى تتبادر إلى الأذهان الصورة النمطية للقرصان بملامحه القاسية والرقعة التي يضعها على إحدى عينيه، كما تظهر العديد من الأفلام والقصص الخيالية. ولكن ما سبب وجود تلك الرقعة؟ ولماذا انتشر استخدامها بين القراصنة؟ قد يفترض البعض أن تكون الرقعة لتغطية عين فقد فيها القرصان البصر، أو هي مجرد تقليعة أو صيحة يستخدمها القراصنة بهدف إثارة الخوف في قلوب خصومهم، لكن الواقع يختلف عن كل هذه الافتراضات. وعلى الرغم أنه من الصعب إثبات السبب التاريخي لاستخدام القراصنة لهذه الرقعة، لكن المؤرخين يرجحون أن يكون ذلك بهدف التكيف مع الظلام، حيث يقوم القراصنة بتغطية إحدى العينين برقعة سوداء من أجل اعتياد الظلام والعتمة والتكيف بسهولة في الأماكن المظلمة كالكهوف وقبو السفينة والأماكن الأخرى التي يصل إليها البحارة خلال رحلاتهم. وفي هذا الأمر قال الطبيب جيم شيدي مدير معهد الرؤية في جامعة ولاية أوريغون لصحيفة وول ستريت جورنال أن العين تتطلب فترة طويلة للتكيف التام مع الأماكن المظلمة عند الانتقال من النور إلى العتمة، إذ تحتاج العين قرابة 25 دقيقة لتتكيف عند الانتقال من الضوء الساطع إلى الظلام. ومع مرور الوقت تحولت هذه الرقعة إلى تقليد يستخدمه القراصنة دون أن يعرف الكثيرون السبب الحقيقي وراء استخدامها.